هذا العمل الفني لا يبدو أثره إلا بعد النظرة الثانية. مئات من قصاصات الورق الصغيرة تشكل اللوحة الكاملة. الجمع بين الألوان والأشكال يعطي اللوحة عمقها. صاحبة هذا العمل الورقي هي يوليا بروتسكايا، التي تطور أعمالاً ثلاثية الأبعاد منذ نحو 10 أعوام. الورق مادة رائعة ومرنة وخفيفة، ويمكن فعل أشياء كثيرة بها. يمكن طيها أو قصها، وأنا أحب العمل بها. خطرت فكرة الأعمال الورقية ثلاثية الأبعاد على مصممة الجرافيك يوليا بروتسكايا أثناء تجريبها لتوقيعها، بعد أن ازدادت مواضيعها تعقيداً بالطراد. هنا في الاستوديو الخاص بها في سانت ألبانز شمال لندن، تعمل الشابة ذات الأصول الروسية، وتستخدم في عملها تقنية أساسها شرائح ورقية مطوية أو ملفوفة أو منحنية، يتم في النهاية لصقها معاً في عمل مضن ودقيق جداً. التحدي الأكبر هو الوقت الطويل الذي تحتاجه هذه التقنية، فإنها عمل صغير نسبياً يستغرق أياماً كاملة أو أسابيع أحياناً، وذلك بسبب التفاصيل الكثيرة، لذا علي التحلي بالصبر. تقتني يوليا بروتسكايا ما تحتاجه من الورق بانتظام من هذا المتجر الفني في لندن، وتحرص على أن تكون الأوراق سميكة كي تستطيع منح قصاصات الورق شكلا. فالورق الرقيق يتمزق بسرعة، كما أن تركيبة الألوان مهمة أيضا. علي الانتباه لتنوع الألوان، فأنا لست رسامة ولا أستطيع مزج ما أرغب به من الألوان على لوحة. كل ما أستطيع هو استخدام ما يمكنني شراؤه، لذا أنا في بحث دائم عن الألوان التي يمكنني استخدامها. تستلهم يوليا بروتسكايا أعمالها من عالم النباتات. يبدأ كل عمل فني لها برسم أولي، لتقوم بعدها بقص الورق إلى شرائح وتمنح كل شريحة شكلاً خاصاً. تعرض أعمالها على الإنترنت عبر حسابها على إنستغرام، التي يشاهدها نحو 30,000 متابع. لفتت يوليا بروتسكايا انتباه شركات الإعلان العالمية أيضاً، فقدمت أعمالاً لشركة الطيران أمريكية مثلاً، وأعمالاً لمصنع عطور ياباني، ولعلامة تجارية لسيارة بريطانية. حتى الطوابع باتت تتزين بمواضيع لها أيضا. ومؤخرا تم إنتاج أحد تصاميمها في مركز مدينة لندن، ليكون ديكورا لواجهة أحد متاجر بيع الألبسة. إنها خطوة أولى في الاتجاه التالي. أفكر في إنتاج أعمال أكبر في المستقبل، فالأشكال الخاصة بي حتى الآن صغيرة، فإذا كانت أكبر سيكون تأثيرها أكبر أيضاً، وهذا ما أود تجربه في المستقبل. لكنها لا تود التجريب بمواد أخرى، فيوليا بروتسكايا وجدت موادها المفضلة في الورق مسبقاً، وهي قادرة على التطور دائماً.